أخبار اليوم. ياسر احمد عبد الله، الاقبال السنه دي عامل ازاي على الفرقه كل سنه؟ والله هو الاقبال كويس يعني معقول، بس مش زي كل سنه يعني، برضو الجو تعبان، الناس تعبانه وفي غلا واخد بالك، بس مش الغلا المبالغ فيه بالنسبه عشان دخول المدارس واخد بالك. اول مره تيجي الضحيه ان هي ايه، يبقى مع دخول المدارس الناس محتاره طبعا، اللي هيجيب لبس، اللي هيجيب شنطه لابنه، اللي مش عارف ايه الكلام ده، فالله يكون في عون الناس. بس هو الشغل شغال، عامه الشغل شغال بس مش زي كل سنه برضه. ورد فعل الناس على غلاء الاسعار، يعني تيجي مثلا يجي يسالوك الكيلو بكام تقول لهم بكذا، رد فعلهم ايه على السعر ده؟ هي الناس متفاهمه الموقف، متفاهمه الموضوع، متفاهمه ان النقل غالي اصلا والعلف نفسه غالي، فده عمل رد فعل مع الغلاء. انت تنصح بايه اي حد ينزل يشتري خروف العيد، تنصحه بايه؟ انصحه ان هو ينقي خروف كويس، ما يكونش عيان، ما يكونش مثلا واقف كده مساهم، يعني حاجه زي كده مثلا، يعني مثلا عندك خروف سليم اهو، خروف سليم واخد بالك، عينيه سليمه واخد بال حضرتك، العين سليمه، السنان ده لسه لبني. في بقى اللي هو مثلا اللي هو بيعوز ايه، اللي هو بيعوز مثلا يعدي السنه، ده كسر جوز، ده برضو كده، ده كسر جوز، ده معدي السنه، عنده سنه وشهر. ايه الفرق في اللحمه بين مفيش فرق، هو اللي كسر جوز بيبقى عدى السنه، عنده سنه وشهرين، سنه وثلاث اشهر، دي الاضحيه لازم يكون عدى السنه، الذبيحه تكون عدت السنه، واللي مؤاخذه يعني اللي بيجي ايه اللي سعره اغلى، اللي هو عدى السنه ولا لا؟ السعر واحد بس دي على حسب الزبون، على حسب طلب الزبون. والله الجو مريح، الجو مريح قوي كمان، يعني زي ما انت شايف طبعا الموظفين لسه ما قبضتش، ولا الجو مريح خالص، ما فيش شغل والله زي كل سنه. طيب الاسعار السنه دي، اسعار الماعز ب 50 جنيه والضاني بيتباع ب 60 جنيه. الاسعار متفاهمه. ما هو دوت بس سنه، ده عمره، ده الضحيه. في امراض مثلا في الموسم ده؟ لا ما فيش امراض ولا في ضاني ولا في ماعز ولا الكلام ده، لان الحاجات دي اما بيجي لها اي مرض بتموت. طب دلوقتي مثلا بسبب زياده الاسعار الناس بتلجا للحوم المجمده دلوقتي؟ المجمده بقى ب 40 جنيه، ما بقتش فيها فرق من 40 جنيه ل 50 جنيه. والله السوق تعبان، الناس تعبانه يا ابني، مفيش زي الاول، مفيش بيع ولا شراء زي الاول. طب وده بسبب ايه يا حاج؟ ايه ده بسبب ايه؟ الغلا، كل حاجه غليت، مفيش حاجه رخيصه حبيبي، كل حاجه غليت، مش عارفه ليه الناس تعبانه، الناس بتكلم نفسها وهي ماشيه، اللحمه غاليه وكل حاجه.